أشكر قناتكم على توجهكم وتبين استبيان حالات التسمم بالبصرة. يعني هي أكو حالات تسمم مو ما هسه أنا أشوف الماء الحلو الماء البدعة وصل المناطق كده بس شط العرب ما وصل والتسمم موجود. يعني فوق 9000 حالة تسمم صار بالبصرة وماكو حل. يعني تروح المستشفى ماكو لا علاج ولا اكو رعاية صحية ولا اكو اي شيء. وعود موجودة بس تنفيذ ماكو، لا صرف ادوية ولا علاجات للمواطنين. الله يخلي المستشفيات الاهلية الموسوي والهاي قاعد يقدمون تعاون ويا المواطنين تقديم الرعاية الصحية وتقديم الادوية والعلاجات كلها من عندهم. منطقة البتران طبعا منطقة شط العرب منطقة معدومة ما بيها خدمات، يعني مهملة من قبل الحكومة، يعني منطقة ناس طيبين وفقرة ويحتاجون بهش خدمات يعني تقدمها الحكومة لمساعدتهم. طبعا منطقة يعني مهملة جدا جدا من الحكومة، فأتمنى تساعدونهم تقدمهم الخدمات. يعني حال الشعب العراقي يعني الخدمات يعني البسيطة كلش، يعني المنطقة هي تعرفون يعني منطقة مهملة من الحكومة يعني جدا جدا. يعني أتمنى تساعدونهم وتقدمونهم من رواتب من معين يعني يكون لهم. فالأهالي من تروح يعني هاي المنطقة فتدرون قبل يعني كيلو الطحين 3000 4000 غالي كلش، فيروح يدورون هاي تشيكو الفافون وهاي يعني السوالف تنباع فيبيعونها ويشترون هذا يعني الطحين المواد الغذائية لهم كل شيء. يعني ناس بسطاء يعني كلش بسيطين، فأتمنى من الحكومة يعني يساعدهم وتقدم لهم الخدمة وإن شاء الله هذه المنطقة هم ما يقصروا اليوم يساعدونهم وبركة مساعدات يعني فدراتي مع الرعاية مع يعني الأطفال هدايا يعني أشياء بسيطة يعني بالنسبة للحكومة كلش بسيطة توفر لها بسبب ملوحة المياه في البصرة في شط العرب. يعني كثير من الناس أدت إلى حالة تسمم طبعا، فتعرفون يعني مستشفياتنا كلش علاجها قليل يعني دكاترة قليلة. طبعا هذا تقصير من الدولة يعني المواطن يروح المستشفى لا يلقى بها علاج لا دكاترة، فيضطر يروح المستشفيات الأهلية طبعا. وتدرون يعني المواطن العراقي ما عند فقير يعني جدا فقير، فأتمنى تساعدونهم وتقدمون الخدمات. مشكلة المياه الحالية والأزمة يعني ما جدا يعني ما ينشروا اصلا يعني الازمه كلش اذتهم. وان شاء الله يعني نتمنى من الله سبحانه وتعالى ولا كل المسؤولين ولا كل المختصين يشوفون الحل السريع والجذري الى هاي الازمه. وجاع اخ وجاع 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 شكرا.
يا ما صوب هو هنا كنا لحد الدافع على الجماعه القاعدين ابسط ما يكون هو الماي ابو علي بطر صدر نبض تسجيل مع اليوم واحد واحد ترى ماي ودي لكم ميه شراب ميه هاي ميه شراب ابسط ما يكون ابن عم الماي يعني دول ما تعرف تصفي لها ماي وين ودي؟ انك عندنا قول يا علي هاي تشتري صار عندك فاكش ان شاء الله تعتاد يمك تعال يمك قلت لهم نفر عصير هنا كم نفر؟ البصرة تشهد فوضى انفلات أمني وتقصير واضح من القوات الأمنية لا يمر يوم إلا وهنالك عمليات اغتيال ونزاع عشائري وأكثر عمليات القتل التي تحصل ضد المواطنين العزل في البصرة لا تبعد أمتار عن القوات الأمنية ولم تحرك أي ساكن إلا بعد ساعات وتطلع بتصريح أو تغيض عمليات القتل ضد مجهول أو بسبب نزاع عشائري مثل ما هذا أربك الوضع في البصرة وضع مرتبك في البصرة نحن كبصريين نطالب بفرض الأمن والقانون في البصرة بالإضافة كان الأولى للقوات الأمنية بدل ما تلاحق المجرمين الذين يقومون بعملة القتل وتهريب النفط ومسك الحدود وملاحقة الفاسدين ذهبت باحتقال الناشطين المدنيين وبمذكرات ألقاء القبض كيدية الذين خرجوا يطالبون بحقوق بأبسط حقوقهم وحقوق البصرة منذ فترة وأنا لاحظ أنه القيادة العامة للقوات المسلحة تكتفي بتبديل قائد العمليات تخليه إلى قائد الشرطة وقائد الشرطة إلى قائد العمليات والبصرة يعني إلى منزلق يعني بحيث أنه عمليات الاغتيال كل ما جالها بالتزايد لا يمر يوم إلا وتكون هناك عملية اغتيال ولم نسمح تصريح لا من قيادة عمليات ولا من قائد الشرطة ولا فرض الأمن والقانون بالعكس وأنه كان شيء لم يحصل رجنا مظاهراتنا سلمية وطبعا عفويه لا بها قائد ولا مسؤول ولا هم يحزنون احنا طلعتنا جوعتنا احنا شباب متنا من الجوع احنا امتى هذا الشيء يعني انا صباغ مال بايبات مال نفط درجه اولى يروحون يجيبون لجانب ويطلعوننا احنا الشباب ليش هيك ليش ازج شيء شبابنا 95% تقول 95% طالب البصره ليش 5% بس الاحزاب ليش هيك الى متى هذا السكوت وهسه لحد الان ما شكلت حكومه شباب نفس الورجة تنقتل شنو السبب يوميا تقولون والله فلان عشيرة كتت فلان مدري ولكم الى متى هذا السكوت شباب نفس الورجة تموت واحنا الله اكبر الى متى هذا السكوت والله دمرنا متنا الى متى تعطون 10,000 وظيفه ولحد الان وين العشر ضحكون على الشعب ليش هيك هاي احنا مقتولين بالشمس ما طلع لنا واحد لو مسؤول قال لنا اشتردون الى متى هذا الشيء احنا مظاهراتنا سلميه وجايين لكم احنا سلميه وكلها تدربينا سلميه ليش ما تطلعون لنا شوفونا اشتردوا شوفوا قولوا لنا اشتردون احنا ما نقول لكم ملينا احنا ما نمل تعجزون ولا نعجز احنا مطالبنا شرعيه وتتنفذ من جميع الاشياء احنا عفويين احنا جايين لكم لا بها قائد ولا شيء انتم تردون شنو تردون بس الاحزاب مقاسمه بس الاحزاب الشغل بس الاحزاب كل شيء بالاحزاب وإذا تروح الأبسط دائرة لو مدرسة أكل إلا حزب بحزب ليش هيك إلى متى هذا الشيء إلى متى إحنا تدمرنا شباب تدمرنا مستقبلنا كله تدمر لا مدارس لا طب لا تعيينات لا يعني البطالة كثرت يعني إحنا ليش هذا الشيء هسه انفتحت البطالة يعني بالبصرة كثرت إحنا ملينا جاية أكيد طالعة وأطالب بحقي خريجة إدارة أعمال موجود تعيين إلي بالنفط موجود تعيين إلي بالمدارس موجود وين يعني إذا عمري 23 وماكو شيء لا تعيين لا شيء فد يعني إلى متى هذا السكوت شباب البصرية أنتوا شنو شكوا يلا 20 واحد يعني شنو ما عندكم خيرة وين خيرتكم وين الشوارب؟ مع كل الأسف وين؟ أريد أحكي هالثاني والكاميرا إلي
شهداء قدمنا ما بيه الكفاية، قدمنا الحجز الشعبي هذا كله راح في سبيل انه المراقد المقدسة حفظناهن بالصانة وعلى راسنا، حفظناهن حفظوهن اخواننا. بس هسه اريد نطالب بحقنا، مظاهرة سلمية. ليش القمع هذا كله باتجاه البصرة؟ ليش ما جاي ينقلون الشيء او الصورة الرئيسية؟ ليش القنوات كلها مختفية؟ شنو يعني ماكو احساس؟ ماكو ضمير؟ مات الضمير؟ لو ضمير منين نجيبه؟ غيرة الحسين يعني شنو علمتكم؟ ما علمتكم شيء؟ استهداف المرأة سواء كانت ناشطة مدنية أو أم تطالب بقوت أطفال أو عمل أو استثارتها حالة من الشارع البصري تظهر سلمي ما نفع، تدز بينها للمظاهرات ما نفع. العنصر النسوي أصلاً في البصرة معدوم. ظهرت بعض الشخصيات تطالب بحقوق المرأة المستضعفة فشخصوها، خلاص نقتل وحدة البقيات تقتل، بس ما يدرون الوحدة بهلف مو تهديد. احنا ما يوقفنا اعتقالات، ما توقفنا. انا اقول لك الا باغتيالات بعد، هم اشتغلونا سوونا برنامج خاص. والله ساعات اقول لبنتي ما نطلع اليوم خميس، كل خميس لازم تستهدف وحدة. مو بس هاي، ما يقولين ان قالت كلمة حق، لا، ثارات طلائب عشائرية مشيها بطال. يا هاي شنو بطلوها يا معودين؟ جاي نقول لكم وفروا مطالبنا، المرأة هم لها حق، ساووها يا أخي. ما أريد كرسي بالبرلمان، عيني أريد قوت أو أولادنا بس. انتبهونا أكيد مستمرين ونرجع بقوة. هسه نفضلنا مطلب مطلب، شكوا به، خلوا تعاون بيننا وبينكم. شوفونا قاعدة جماهيرية تشتغلوا وياكم، سوونا على شكل لجان، خلونا تحت المجال وخلينا نشوف نتكاتف ولا لا، خلينا نطلع الأزمة. ليش نخلي الشباب هذا يثور؟خرجت جماهير محافظة البصرة اليوم باحتجاجها أمام شركة نفط الجنوب العامة، اللي مظاهراتنا مستمرة ومطالبنا لحد الآن. اليوم احنا صار لنا 3 أشهر مستمرين بالاعتصامات وباحتجاجاتنا ومظاهراتنا، لحد الآن ما تلبى لنا أي مطلب، ولا أجانا محافظ وتفاضوا ويانا، لا أجانا مسؤول، لا أجانا نائب من نواب محافظة البصرة، لا أجانا مدير من مدراء المحافظة البصرة الكافة. فاحنا اليوم نناشد ونواجه ونوصل رسالتنا للدكتور عادل عبد المهدي وللحكومة المقبلة، اللي مقبلة على خير ما ادري على فساد بعد ما ادري. فاحنا اليوم نناشد ونطالب الحكومة بفرص العمل حصريا لمحافظة البصرة. ليش يعني المحافظات وصلت ولبت مطالبها الدرجات الوظيفية من التربية من الدوائر كلها؟ فاحنا اليوم نناشد ونطالب يا حكومة، يا عادل عبد المهدي، يا مجلس محافظة، يا نواب البصرة، ليش ما تطالبون للمحافظات البصرة؟ البصرة انتم هذا خيركم كله من لحم اشتافنا، اللي صعدتوا على اشتافنا، الماي المالح من الخدمات، لا فرص عمل، لا تعيين، لا تبليط، لا ارصفة، لا بنى تحتية. يعني الى متى تكفونها؟ كل شيء ماكو، قاعدين بس على التبريد وملتهين بالكتلة الاكبر والكتلة الاصغر، ورجع الماي نفس الحالة، الماي خايس، الماي مالح، وكل شيء ماكو. يعني رغم هاي وشوف الظلم مين وصل بيهم البوق. اجى السيد احمد الصافي اشتغل هنا فتره يومين ثلاثه، رجعوا الماء، رجع الماء نفس الحاله. قال يا اهل البصره اطلعوا ولا تقولوا المظلومين، احتجوا ولا تقول مظلوم وقاعد بالبيت بالتبريد، لا اطلع وطالب بحقك. لان احنا اليوم مين 10,000 درجه وظيفيه؟ لا لبونا اي مطلب، لا تعي، لا كل شيء ماكو، وهذا كذب كذب. فنقلهم احنا عايدين ومستمرين الى حد ما تلبى مطالب محافظه البصره حصريا. فنقلهم يا حكومه، يا عادل عبد المهدي، يا نواب العراق، فحلوا محافظة البصرة بأسرع وقت. البصرة انهارت، جاي يصير باغتيالات، جاي يصير باغتيالات. يعني أنا وغيري نطلع على حقوقنا ومظاهراتنا ومظاهرات سلمية، جاي يحتقلوننا، جاي يقتلوننا، وين الحفظ والأمن؟ يومية يقولهم شاب شاب، ينك ذاك اليوم شاب بأربع شوارع، البارحة واحد بجمعيات. يعني إلى متى لا استقرار، لا شغل، لا عمل، لا خدمات؟ يعني إلى متى؟ صار من 2003 راح نطب 2019. البصرة ابتنت على غلط، البصرة ابتنت
بتنت على احزاب، البصره بتنت على فساد، على بوق. احنا اليوم موقف احتجاجيه يا شباب، طالعين على مود التعيينات، لا عندنا تعيينات، كل شيء ما عندنا، لا خدمات. بطالة النفط، قل الجبار العيبي، هاي الشباب كلها عطالة بطالة، وين العشر تالاف درجة وظيفية؟ وينها؟ بحظك وبختك؟ لازم تعينونا الشباب هاي، ظلين لا تعيين لا خدمات، الله ما يقبل. هسه كان بالجان نسوي له تظاهرة بالمعقل بالمواني على موري شذي وقف احتجاجي حتى يأيدون المواني، لا والله أكبر باطل، أكبر باطل. كاظم بالجان جبار العيبي، الثيرات باطل. احنا نريد توفرونا فرص عمل، ما توفرونا فرص عمل، شغلوا القطاع الخاص، ليش خلوا القطاع الخاص نايم؟ الله ما يقبل، محمد ما يقبل. هسال بلعي هاي لا تعيين لا وظيفه، الله يقبل. احنا اليوم وقفنا امام شركه نفط الجنوب العامه في محافظه البصره. اليوم احنا جايين نطالب حقنا. اليوم البصره جاي تنتج اكثر من 90% من انتاج النفط بالعراق، يعني الاموال كلها من البصره، يعني الاموال كلها من هاي المدينه المضطهده، لا مياه لا كهرباء لا صيانة مجاري، يعني كل شيء ماكو. البصرة أصبحت صحراء قاحلة، البصرة مياه مالحة، مياه متسممة، أصبحت نسبة التسمم إلى 150 ألف حالة تسمم، والوضع مزري. إحنا اليوم جينا نطالب حتى فرص عمل، يعني هذا تجمعنا تجمع شباب البصرة العاطلين عن العمل حتى نوجد فرص عمل بهذه المؤسسة الفاسدة، لأنه 80% من العمالة الأجنبية لهم، والعشرين الباقية يقولون أنها من أهل البصرة ولكنها من الأحزاب. وأين أهل البصرة؟ وين المصير اللي راح يصير به البصرة؟ إلى الهلاك، إلى النكبة. بس فهمونا، يعني 6 مليار شهرياً البصرة، 6 مليار. يعني ذاك اليوم مجلس محافظة أحد المحافظات مجلسه اشترى لهم جزيرة ب80 مليون، وأنا شهريتي 6 مليار، وابن البصرة ما عنده دينار. ليش هيش؟ ليش هالانتقام؟ ليش هالإجحاف هذا؟ ليش هالانتقام من البصرة؟